بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي المصطفى الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. السيد رئيس الجلسه، الساده العلماء الاجلاء، الساده الحضور الكريم، كنت في الحقيقة قد زورت في خاطري كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صقيلة بني سائلة، زورت في خاطري كلمات كنت أود أن أشارك بها في هذه الجلسة المباركة، ولكني عندما استمعت إلى كلمة السيد الوزير فيما قدمه من رؤية واضحة لهذه الندوة وأبعادها المتنوعة المتعددة وفلسفة العمل الإسلامي المستقبلي، وبعدما استمعت كذلك إلى تعليم العلم في موضوع دور العالم وحضور العالم في المجتمع وأنه هو ضمير هذا المجتمع وهو معبر عن إحساسه ووجدانه والخوف على هذا المجتمع في غينة الرموز العلمية التي تحرس القيم وتحرس الوجود، بعدما استمعت إلى هذين الخطابين أمسكت عن الكلام مخافة أن أزيد شيئا يمكن أن يذهب ببريق ولمعان جمالية ما سمعته حول هذه الندوة المباركة، ومع ذلك لا يفوتني أن أشير إلى أن قومنا من أهل هذا البلد وسلفنا الكرام رضوان الله عليهم بقدر ما كانوا يعدون الرجال لحماية ثغور الوطن ومرافق الوطن وأبواب هذا الوطن من أي غزو أو تسلل يمكن أن يسيء إليه بنفس الإنان وبنفس الإعداد، كانوا يعدون أيضا حراس ثغور معنوية لهذه الأمة وحراس الوجود المعنوي والمرتكزات الأساسية التي بنت عليها أمتنا حياتها الدينية والحضارية والتاريخية، هي هذه العناصر التي نجتمع اليوم لمداولة بشأنها والاستماع إلى ما قدمه السادة الباحثون حولها من بحوث. إن انعقاد هذه الندوة العلمية المباركة تحت هذا العنوان وفي هذا الحرم الجامعي الجليل وقور يدل على التوجه الجديد لخطاب الإسلام. العلماء هم علماء الأمة قاطبة، أينما كان موقع الإنسان المنتمي إلى هذا الوطن العلماء هم علماء وخطابهم موجه إليه كيفما كان.
هذه الدول المباركة لا يمكن أن تمر هكذا كندوة صغيرة يومين أو ثلاثة أيام ثم ننصرف وأنا نشعر بأننا قد أنهينا كل شيء. إن عمل الندوة لا يبتدئ إلا بعد انتهاء أعمال هذه الندوة. وفي اعتقادي أن انعقاد هذه الندوة في هذه الظرفية بالخصوص تشكل منعطفا في العمل الإسلامي. والندوة لا بد أن تخرج إن شاء الله بميثاق يربط كل العلماء ويشترك فيه كل العلماء وكل الأحرار وكل من يحمل ضمير وانتماء لهذه الحضارة ولهذا التاريخ ولهذه الأمة لا بد أن ينخرط في هذا الميثاق الذي يتغير بالدرجة الأولى بناء إنسان مغربي معتز بامتنانه، معتز بقيمه، معتز بحضارته، معتز بتاريخه. وهذه القيم لا يمكنها أن تؤدي رسالتها وتؤدي غايتها وتحقق أغراضها ومقاصدها إلا إذا وجهت إلى كل الفئات بدءا من جيلنا الصغير ينبغي أن تتحول هذه المرتكزات من مجرد شعارات ننطق بها ونحملها إلى ثقافة راسخة تدعي الوجود المعنوي لأمتنا. فأجيالنا الصاعدة ينبغي أن تتشبع بهذه الروح. كل مولود يولد على الفطرة وما يحدث لهذا المولود الذي يولد على الفطرة إنما يأتي نتيجة صناعة هذا المولود وصياغة هذا المولود في بابه. وكل من ولد على هذه الفطرة ثم صيغ بالصياغة لا بد أن يبقى في طابعه الذي صنع به إلى نهاية المطاف. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لذا أرى أن هذه الندوة لا بد أن تثمر هذا الميثاق وتثمر هذا العمل الجماعي الذي يلتزم الجميع بتطبيقه ويتكلم الجميع بخطاب واحد ولا نختلف أبدا. مما يثلج الصدر ويبعث على الارتياح هو أن الندوة استجيب لها بشكل يعني ما كان منتظرا. فعدد البحوث التي توصلت بها الندوة تناهز 50 بحثا، كلها بحوث أعدها رجال متخصصون وعلماء راسخون في تخصصاتهم. وإذا كان مجال هذه الندوة، مجال الزمن لهذه الندوة لا يتسع للاستماع إلى كل البحوث التي توصلت بها هذه الندوة، العدد الذي يمكن أن يقدم خلال هذه الفترة لا يمكن أن يتجاوز 12 أو 14 بحثاً على الأكثر. إذا كان مجال الزمن لا يتسع لكل البحوث، فإن مجال النشر يمكنه أن يتسع لكل البحوث. كما أن ما تنوي الوزارة، مش ما تنوي الوزارة، ما تعتزم الوزارة إنجازه خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله من برامج ونشاط إعلامي سيتسع لاستثمار كل البحوث التي قدمت لهذه الندوة. هذه البحوث 14
ان شاء الله سنستمع اليها في خمس جلسات ان شاء الله، وسنشارك جميع الذين شاركوا ببحوثهم سيشاركون في المناقشه ان شاء الله. فالبرنامج اذن مفتوح في وجه كل الذين شاركوا، ومفتوح في وجه الذين لم يشاركوا ايضا ببحوثهم ويريدون ان يتدخلوا لاغلاء هذه الدور واثار مضامينها. هذا كل ما كنت اود ان اقوله في هذه الجلسه، ولا يفوتني انا بدوري ايضا ان انويها بالضيافه من حفاوه ضمن نشاط الراي الذي يقوده المجلس العلمي في هذه المدينه العريقه الجليله. قد عودنا هذه المدينه بكل شرائحها وبكل ساكنتها وبكل مكوناتها، عودنا انها تفتح ذراعها لاحتضان كل عمل ايجابي منا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق هذه الندوه ويوفق الساده العلماء ان شاء الله للوصول الى وضع ميثاق رائد يكون منطلقا ان شاء الله لعمل مستقبلي رائد. السلام عليكم.